احنا شركتنا استيراد من الصين للجلود الصناعية بكافة الأنواع، للأحذية، للشناتي، للفرش، للألبسة. حاليا هي أول مشاركة لنا بالمعرض، كانت يعني نوعا ما ناجحة لحد الآن، صار في إقبال شوي. بالنسبة أنه نحن شوي غريبين عن المعرض الأحذية بكل محلات، نحن أنه جلود صناعية. شاركنا بمجال الأحزمة الجلدية بسيل 14، مشاركة كتير ناجحة يعني، ونتواصل مع زبائننا وبيجوا بشوفوا القطع، كل جميع التشكيل يعني موجود وبشوفوا كل الترتيب وعم نتواصل معهم، وإيش في ملاحظات، إيش في شغلات جديدة عم نعطيهم إياها وننزل. شيء احنا منتجاتنا جلد طبيعي، وعندنا الاحذيه وعندنا النعل للاحذيه، سافله الاحذيه، عندنا النوعين البيفيسي والبلوريتا بجوده عاليه جدا. شاركنا المعرض الماضي ال 13، بس هون هلا ال 14 ما شاء الله تميز، متميز جدا. انا ما عم بالغ لمصلحه حدا او لشيء، عم بحكي اللي صاير معي. انا شايف من جميع النواحي ما شاء الله، وكان الله يزيها شركه مشهداني، عرفانين يحب كل قصه، حابكيننا، مرتبيننا جو جيد جدا جدا من ناحية الدعاية، من ناحية الدعوة الخارجية، وهذا اللي احنا شاركنا بالمعرض مشان الدول الخارجية، مشان الدول المجاورة، وهن ما قصروا بهذا الأمر. اللي احنا شاركنا مشان يجي لعنا الأردني واللبناني والعراقي، يعني إخواننا اللي، وحتى إجانا من فلسطين ما شاء الله، هذا المهم.